سعادة اللواء. فيما يخص ملف العدالة يعني الذي نتحدث عنه عن موقف حزب الأمة من تسليم المطلوبين إلى لاهاي، ومن ثم الحديث عن منهج لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو، واليوم قرأت يعني حوار ساخن للسيد البرير يتحدث فيه عن يعني أنها ما تقوم به لجنة التمكين معيب. العدالة واحد من الشعارات المرفوعة، الريحة سلام وعدالة، والعدالة هي أساس الحكم. وأنا بتكل في قناعة أن ما نأخذ الناس بس بطريقة عشوائية، كل الناس القانون سيد الجميع، من ارتكب خطأ يمشي القانون ويحاكم بالقانون. وفي نفس الوقت على أننا حقيقة نحن كنا نقول المحاكمة والمحاكمة والقانون من رأي أشياء كثيرة جدا طبيعتنا، نحن ما دارين زي ما قلت ما دارين ننتقم، وما دارين نقول نعامل الناس بالعدل العمل بالمثل لأنهم أجرموا كثير جدا جدا. لكن ما زلنا موقفكم في حزب الأمة من تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية؟ التسليم للمحكمة الجنائية أنه هي رغبة أهل الدم بالذات أخواننا في دارفور، والجريمة دي أساساً وكنت عملت له المحكمة ومجلس الأمن واتخذ هذا القرار، اتخذ لسببين، لأنه من الجرائم الوقت دي كان جرائم الحرب، جرائم الحرق الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، ودي كلها ما كانت موجودة في قانون السودان عشان تحاكم بها إنسان، دي في القانون الدولي. وبالتالي على أن الحقيقة أن الموضوع موضوع رد الحقوق لأصحابه، وما كان ده السبب الأساسي اللي طالبوا الناس زول أنه يمشي للهاي. ما زلنا نحن الآن نقول القانون، إن كان هنالك قانون هنا يرد الناس حقوقهم أهلا وسهلا. والناس السابقة تتكلم عن المجالس المشتركة بين مجالس السودانية، طبعا آخر حاجة عمل قانون للجرائم المتعلقة جرائم الحرب والسلام والبادة الجماعية والحاجات دي، لكن هل مقتنع؟ احنا دارين الحقيقة، وانا من رأيي الشخصي طبعا عندنا تجربة بتاعت جنوب افريقيا، وعندنا التجربة بتاعت رواندا، انه العدالة الانتقالية ان كانت هناك طريقة للعدالة الانتقالية برضا اهل الدم، لانه هم المسؤولين وهم المطالبين، لانه مات آلاف الناس في الحقيقة هم يردوا لهم حقوقهم. لكن علشان احنا دائما نفكر في السودان وفي بناء السودان، ونفكر اننا ما دارين ناخذ ناس ساكن البريء بجريمة المجرم، فهل في هنالك راي علشان نحقق العدالة الانتقالية اسوة بما جرى في جنوب افريقيا وفي رواندا؟ ولا انه حقيقة ان احنا نقول اي كلام يتكلم أن والله نحاكم بدون قانون؟ لا، القانون إن كان هنالك قانون حقيقي يرد لأهل الدم احتواهم وحقوقهم أهلا وسهلا. وصلت النقطة. هل ما صرح به السيد البرير بأن يعني ما تقوم به لجنة إزالة التفكيك أو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو معيب، هذا هو رأي حزب الأمة؟ لا، رأي حزب الأمة رأي دي هذه لجنة وتكونت، وأنا بفتكر في اعتقادي يعني عملت عمل كثير، لكن يجب أن أكون الكلام اللي قاله ماكل. الخطأ الأساسي أنه بعد ما قيام الثورة لم تؤمن، نحن ما أمننا الثورة من النظام السابق، ما أمننا الثورة اقتصاديا، ما أمننا الثورة سياسيا، ما أمننا الثورة إعلاميا، ما أمننا الثورة أمنيا، وخلت علينا فعلا ما زال النظام السابق قاعد في كل المواقع الحاجة هذه. وقامت هذه اللجنة بتاعت التمكين علشان أننا فعلا ترد لبعض الناس حقوق تحاربنا. لا، موضوع في الأساس كان موضوع تأمين الفترة الانتقالية للحاجة هذه، وأنه إذا كان التمكين ميلة التمكين عملناه وعملت حاجة، إن كان فيها خطأ أن بالقانون يراجعوا الأشياء. مش كل شيء عملت لجنة التمكين صح، فيها بعض الأخطاء تراجع قانونيا، إن كان هنالك شيء قانوني غير صحيح يرد للناس أصحاب حقهم. شكرا جزيلا.